أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف حول استئناف البرلمان لجلساته والعراقيل الموضوعة أمامه. قال مصدر برلماني أن الإمارات رفضت انعقاد مجلس النواب في عدن، ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله أن مسؤولين إماراتيين رفضوا انعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة رغم قيام رئيسه سلطان البركاني بزيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع الأسبوع الماضي. وضح المصدر بأن الترتيبات جارية لعقد المجلس في المكلا في حضرموت بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن المجلس سينعقد تحت حماية قوات يمنية وسعودية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا ترفض الإمارات انعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة؟ وهل سيستأنف جلساته حقا في المكلا أم أن عراقيل أخرى في الانتظار؟ وصلت إلى طرق مسدودة المحاولات الهادفة إلى عودة مجلس النواب للعاصمة المؤقتة عدن، مع تصلب الموقف الإماراتي الذي عرقل فرص الانعقاد أكثر من مرة. المصادر المقربة من الدوائر الحكومية أفادت بفشل المحاولات الأخيرة التي قام بها رئيس البرلمان سلطان البركاني، والذي اصطدم برفض الإمارات النهائي لانعقاد الجلسات بعدن. وقالت المصادر بحسب وكالة الأناضول إن البركاني الذي زار أبو ظبي مطلع الأسبوع الماضي عاد خالي الوفاض، رغم لقائه بولي عهد أبو ظبي ومسؤولين إماراتيين آخرين. لا يعلم تحديداً ما هي تفاصيل زيارة البركاني لأبو ظبي، لكن نتائجها تشير إلى صحة أخبار الرفض الإماراتي، مع تأكيد مصادر برلمانية بوجود ترتيبات لالتئام البرلمان في مدينة المكلا تحت حماية أمنية مشتركة يمنية وسعودية. ومن المحتمل وفق المصادر عقد جلسة افتتاحية بعدن محصورة بهيئة رئاسة المجلس قبيل انعقاد الدورة البرلمانية في حضرموت. تعد الجلسة البرلمانية القادمة هي الثانية منذ انقلاب سبتمبر 2014، وكان مجلس النواب قد عقد جلسة أولى بسيون في 13 من أبريل الماضي بحماية سعودية انتهت بإسقاط طائرة مسيرة في سماء سيون. الرفض الإماراتي القاطع لعودة المؤسسة التشريعية إلى عدن يشكك في قرار انسحاب قواتها، وبأنه وفق محللين غربيين مجرد تكتيك لحقبة تحكم جديدة بمصير المناطق الجنوبية تهدف إلى السيطرة على الجنوب وثرواته دون تحمل تبعات البقاء وكوارث التدخل. أبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة السعودية، مع عضو البرلمان جعبل طعيمان. أهلا بك شيخ جعبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل فعلا وصلتم إلى طريق مسدود فيما يخص انعقاد البرلمان واستئناف جلساته؟ قم نصل إلى طريق مسدود والحمد لله، الأمور طيبة إن شاء الله. طيب، ما دام الأمور طيبة، إلى أين وصلتم في إطار الإعداد لانعقاد جلسات البرلمان؟ دام الأخ رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع السابع الماضي، وكانت الزيارة ناجحة كل المقاييس. بالنسبة لانعقاد مجلس النواب إن شاء الله بعد العيد بإذن الله يتم انعقاد مجلس النواب بعد العيد العرفة. طيب، إذا النتائج طيبة، يعني حصل رئيس مجلس النواب على موافقة أبو ظبي لانعقاد مجلس النواب بعد عيد الأضحى؟ إن شاء الله نعم. طيب، إلى أي حد هذه الموافقة والذهاب إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للحصول على الموافقة واستئناف انعقاد جلسات البرلمان برأيك كعضو لمجلس الشعب ينتقص من السيادة اليمنية؟ لا، الموضوع يعني موضوع اليمن تحت البند السابع، ودول التحالف هي الذي مشرف على إعادة الشرعية إلى اليمن، ولا بد من متابعة الموافقة في الظرف الحالي الآنية، على أساس أنه لا بد من تهيئة الأمن في المناطق المشرف عليها دول الخليج. طيب،
الآن سينعقد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى شيخ جعبل في عدن أم في المكلا؟ لأن هناك مصادر تتحدث عن أنه ربما تنعقد جلسات البرلمان في المكلا، وهناك مصادر أخرى تتحدث أنه ربما تكون هناك جلسة افتتاحية استثنائية في عدن لهيئة الرئاسة فقط، وباقي الجلسات ستكون في المكلا. ما التفاصيل التي يمكن أن تضع المشاهد أمامها شيخ جعبل؟ أكيد أنه هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد في عدن أولا من أجل إعداد جدول الأعمال وترتيب انعقاد مجلس النواب. فيما بعد سيحدد المكان الذي سيتم فيه الانعقاد في محافظة حضرموت لاحقا، وهذا إن شاء الله سيتم الترتيب له. إذن هي المعلومات مؤكدة، إذا الآن جلسة في العاصمة المؤقتة عدن لرئاسة مجلس النواب فقط، ستليها جلسات أخرى في إحدى مدن حضرموت للمجلس بشكل كامل. المجلس بشكل كامل في محافظة حضرموت بإذن الله. طيب، هذا آخر الأخبار الذي حصلنا عليها. طيب شيخ جعبل، اليوم ما هي المعوقات التي تمنع انعقاد مجلس النواب؟ ما هي التحديات والمعوقات التي تمنع انعقاد المجلس؟ كانت هناك جلسات قبل شهر رمضان، قيل أن المجلس سيستأنف جلساته بعد إجازة عيد الفطر، وحتى الآن لم يعقد أي جلسات. ما هي الأسباب التي منعت استئناف جلسات مجلس النواب؟ لم يدعى مجلس النواب من قبل هيئة الرئاسة ولا من قبل رئيس الجمهورية إلى انعقاد مجلس النواب من بعد الانعقاد في سيئون، وحتى اللحظة طيب أشكرك جزيلا شيخ جعبل طعيمان، وتبقى معنا إذا تكرمت وكان لديك مزيد من الوقت. نشرك معنا بالنقاش من إسطنبول المحلل السياسي الدكتور عادل دشيلة. دكتور عادل، بالتأكيد استمعت لحديث عضو البرلمان جعبل طعيمان، إذا كان لك من تعليق أيضا ضمن قراءتك لمشهد تعثر انعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن حتى الآن، برأيك لماذا لم يعقد جلساته حتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً، الإمارات العربية المتحدة منذ دخولها ضمن عاصفة الحزم أو ضمن التحالف العربي في العام 2015 وحتى اللحظة ترفض عودة الشرعية اليمنية، سواء رئيس الدولة أو حتى الحكومة اليمنية، وإن كان هناك عودة للحكومة اليمنية بشكل جزئي إلى عدن، وترفض انعقاد مجلس النواب في عاصمة البلاد المؤقتة عدن على مدى الأربع سنوات الماضية. اليوم بعد أن تم تشكيل ما يسمى برئاسة مجلس النواب في السيئون قبل أشهر أو شهرين تقريبا، وبعد زيارة الرئيس مجلس النواب اليمني لأخذ يعني الموافقة من الحاكم الإماراتي داخل عدن، يقول بأن مجلس النواب سيعقد جلساته بعد أيام أو بعد عيد الأضحى المبارك في المكلا وليس في عدن. بطبيعة الحال، أولا الدولة اليمنية كما ذكر ضيفك الكريم بأنها أو اليمن تحت البند السابع، وهذا لا غبار على كلامه، ولكن هذا مجلس النواب مجلس الشعب، وسلطته هي سلطة المجلس، هي فوق سلطة رئيس الجمهورية. وأي تشريع، تعرف الإمارات أن أي قرارات ستصدر من هذا المجلس معنى ذلك بأن الإمارات العربية المتحدة ستكون ملزمة بتنفيذ هذه القرارات. لذلك الإمارات لم ترحب بأي انعقاد مجلس النواب في أي منطقة جنوبية، لأنها تريد الاستمرار في جرائمها دون حسيب أو رقيب، وتريد أيضا تعطيل مؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية وأيضا القضائية، خصوصا في المناطق المحررة. طيب، أنقل هذه النقطة للشيخ جعبل، تبقى معنا دكتور عادل. شيخ جعبل طعيمان، إذن في سياق القراءات التي تقول أن الإمارات اليوم تمنع انعقاد مجلس النواب في المناطق المحررة، ربما هذه القراءات واحدة منها ما طرحه الدكتور عادل دشيلة، يقول أن الإمارات لم ترحب بانعقاد مجلس النواب في أي من المناطق المحررة لأنها تريد تعطيل مؤسسات الدولة، ما ردك على هذا الكلام؟ أقول يا أخي العزيز، مهما كان دول التحالف كلها أظن هي تحرص على سلامة أعضاء مجلس النواب أيضا في الانعقاد أولا وأخيرا. في الفترات السابقة لم يكن مجلس النواب مكتمل النصاب على شان يعقد المجلس، وقت ما اكتمل النصاب في شهر 4
2019 تم من عقاد مجلس النواب واتخاذ هيئه رئاسه، ولم تعترض اي دوله على ذلك. فلماذا نحن نقول على الحكومه ان توضح اذا كان هناك اي اعتراض؟ اما نحن فلم يكتمل النصاب على اساس اننا نجتمع في الفتره الذي قبل انعقاد يوم 13/4/2019. شكرا جزيلا لك الشيخ جعبل طعيمان عضو مجلس النواب، كنت معنا من العاصمه السعوديه الرياض. اذا دكتور عادل دشيله يقول الشيخ جعبل الكره في ملعب الحكومه، لم تصلهم اي دعوات من هيئة رئاسة المجلس للانعقاد، ولا أي من دول التحالف منعت انعقاد جلسات مجلس النواب في أي من المناطق المحررة. يا أخي الكريم، هذه الدولة هي منزوعة السيادة ومنزوعة القرار. هذه الدولة لا تمتلك يعني لا تمتلك إمكانات القوة حتى تستطيع أن تفرض سيطرتها أو تستطيع أن تفرض أجندتها على أرض الواقع. لا بد أن نكون أن نعترف لأن الآن استمرار أو حالة استمرار حالة اللا دولة هي البيئة المناسبة كي تتمكن الإمارات من تنفيذ أجندتها في جنوب اليمن. اليوم الإمارات العربية المتحدة هي من تشرف على الموانئ البرية والبحرية والجوية في المناطق الشرقية والجنوبية، ونحن نعرف جيدا الأهداف الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن. ولا يستبعد بأن يكون هناك يعني أن يكون هناك علاقة أو أن يكون هناك يعني تفاهمات إماراتية حوثية بعرقلة أي نجاح للحكومة الشرعية اليمنية. لو أراد الأشقاء في دول الخليج العربي أن تكون هذه الحكومة حكومة واقعية وعلى أرض الواقع، وأرادوا أو يريدوا أن يمكنوها في الأراضي اليمنية، فالمسألة مسألة بسيطة، هو ترك الحكومة الشرعية أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والوطنية في المناطق المحررة. ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي رغبة حقيقية لدى الأطراف التي تمسك بزمام الأمور وخصوصا الإمارات والسعودية، لا يوجد رغبة حقيقية لتمكين الحكومة اليمنية واستعادة الدولة اليمنية. هؤلاء جاءوا لأهداف واضحة، الإمارات العربية المتحدة لديها أهداف في جنوب اليمن، والسعودية لديها أهداف في شمال اليمن أي حفظ أمنها القومي بالإضافة إلى بعض الأهداف الأخرى. لذلك هناك تناغم وهناك تحالف استراتيجي إماراتي لحفظ مصالحهم على حساب مصلحة الشعب اليمني العليا. من يعول اليوم على الإمارات العربية المتحدة أن تخرج اليمن إلى بر الأمان فهو كالذي يعول على ميت. اليوم نحن أمام تحالف وأمام انقلاب ميليشياوي داخلي. نحن ضحايا ونحن الآن بين سندان التحالف العربي ومطرقة التحالف الحوثي الإيراني. إذن لا خيار أمام الشعب اليمني، وأنا أكرر هذه العبارة وهذه المعلومة، بأن لابد أن يكون هناك تيار وطني على أرض الواقع كي يخرج البلد إلى بر الأمان. أما التعويل على ما يسمى بمجلس النواب أو ما يسمى بالحكومة الشرعية فهؤلاء لا يعول عليهم، ولو كان التعويل عليهم لكانوا يعني فعلوا شيئا للشعب اليمني قبل اليوم. طيب تبقى معنا دكتور عادل، نشارك معنا بالنقاش من مارب الكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. اهلا بك استاذ عبد الحفيظ. اهلا بك الكريم ولضيفك العزيز. قراءتك لمشهد تعثر انعقاد البرلمان حتى الان استاذ عبد الحفيظ. استمرار تعثر انعقاد مجلس النواب للاسف الشديد، يعني يقف ذلك طرف من اطراف التحالف العربي الذي بنى عليه الشعب اليمني طيله الخمس سنوات الماضيه امال لانهاء الانقلاب واستعاده الدوله واستعاده الشرعيه. من المؤسف اليوم ان يتحدث انور قرقاش في تغريده له على تويتر بان بعد مرور خمس سنوات من التحالف في اليمن مرحله جديده لتعزيز الجانب العسكري والسياسي. لا ادري كيف ياتي بهذا التصريح، والجانب السياسي دمرته الامارات في اليمن ودمرته ايضا في الجانب العسكري، بنت الاحزمه الامنيه والنخب الامنيه والميليشيات التي يعني
جاءت الامارات والسعوديه على اساس انها تنهي الانقلاب ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني وضد شرعيته وحكومته وجيشه، لكن للاسف الشديد ما يحدث من ممارسات سياسيه معلنه حتى هذه اللحظه لا يستطيع مجلس الوضع ان ينعقد على الاقل في العاصمه المؤقته عدن، وبعد تدخلات ومضاحكات مع الامارات وبقوه يعني امنيه تم عقد مجلس النواب في سيئون، ومع ذلك هناك ترتيبات لعدم السماح ايضا لمجلس النواب بالانعقاد في سيئون، ربما ينعقد في المكلا وربما في بارب، هناك تداعيات وتقاطع المصالح للاسف الشديد فيما يتعلق بالتحالف يفضي الى الا دوله، رغم ان القرقاش اليوم قال ان التحالف بنى دوله، اي دوله هذه التي بناها التحالف في اليمن؟ وقد احال سد الميليشيات باكثر من ميليشيات واوقف المطارات واوقف العمل في الموانئ واوقف استعاده الدوله للايرادات من المخزون النفطي وغيره، والتعدي على السياده في اليمنيه في سقطرى في عدن في شبوه في الصرواح في مأرب في حفيد في الساحل الغربي، ما يحدث للاسف الشديد كل ذلك كل هذه السياسه تحدث للاسف الشديد لمصلحه ميليشيات الحوثي الانقلابيه ولكافه الميليشيات التي تتقارب معها سواء كانت في الجنوب او الشمال لصالح المشروع الايراني في المنطقه. طيب اعود للدكتور عادل، بتاكيدات عضو مجلس النواب جعبة الطعيمان ان الجلسات ستستانف بعد عيد الاضحى، هل يمكن القول ان مجلس النواب اجتاز التحديات ام ان هناك ربما عوائق اخرى اليوم؟ اخي الكريم، ينعقد المجلس او لا ينعقد، يعني يعقد جلساته او لا يعقد جلساته، لا يعول على هذا المجلس. إذا كان مجلس النواب اليمني فشل في انعقاد جلسة واحدة منذ 4 سنوات، فما الذي سيأتي به من جديد؟ نحن اليوم أمام سيناريو خطير، نحن اليوم أمام تشكيل هوايات جديدة على أرض الواقع. ينبغي أن نعترف جنوب اليمن ليس تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والمحافظات الجنوبية والشرقية وإن كان هناك تواجد شكلي أو تواجد بعض الألوية العسكرية التابعة للشرعية، ولكن من يدير زمام الأمور في المناطق الجنوبية وبعض المناطق الشرقية هو دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الدولة لديها أهداف واضحة، ولن تسمح لمجلس النواب اليمني أن يقوم بتمرير يعني جلساته وعقد جلساته وأن يحاسب الحكومة، وأن باعتبار هذا المجلس هو مجلس الشعب، وبالتالي لو أصدر هذا المجلس استغناء عن دولة الإمارات العربية المتحدة قد ربما يربك المشهد عسكريا على الأرض، لأن هذا المجلس هو الذي أسقط الاتفاقية التي كانت بين حكومة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وأيضا حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص بعض الاتفاقيات بشأن ميناء عدن، والقضية معروفة. اليوم هناك استعداد لدولة الإمارات العربية لإعلان دولة الجنوب اليمني، وقنواتها الفضائية وخبراءها وكل المحللين السياسيين التابعين لهذه الدولة يصرحون ليل نهار بأن المسألة مسألة وقت وسيتم إعلان جنوب اليمن. أي انعقاد مجلس النواب اليمني تحت مظلة الجمهورية اليمنية في جنوب اليمن بكل تأكيد أن هذا العمل سيضر المشاريع التي تخطط لها الإمارات لتنفيذها في المستقبل. نحن اليوم أمام سيناريو خطير، نحن أمام سيناريو سيعيد اليمن إلى مربع العنف من جديد، وسيسقط البلاد في أتون صراعات سلالية أو صراعات جهوية ومناطقية وما إلى ذلك. الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور الكومبارس في المنطقة، وقد نفذت أجنداتها في جنوب اليمن، واليوم تقول بأنه لا بد أن يكون هناك حل سياسي. ماذا يريد من وراء هذا التصريح؟ الحل السياسي معنى ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لأن يكون هناك حوار سياسي بين الحكومة اليمنية والحراك الجنوبي المسلح وجماعة الحوثي، أي تقسيم الأراضي اليمنية على أسس مناطقية. ينبغي أن تقبل الحكومة اليمنية بالحراك الجنوبي أن يحكم جنوب اليمن، وأن تحكم الميليشيات الحوثية شمال المناطق الشمالية، وأن تحكم الحكومة الشرعية بعض المناطق الشرقية وأجزاء من وسط البلاد. الإمارات لديها مخطط، وهذا المخطط سيكون كارثي إذا تم تنفيذه. ينبغي أن نعترف تصريحات الإمارات وإعلانها قبل أيام انسحابها من الأمر من الـ من الـ من الـ اليمن بشكل تدريجي له ما بعده. هناك طبخة أعدت مسبقا في دوائر صنع القرار في الإمارات، لا نعرف
ما مصير هذه الطبخة وهل ستنجح؟ الأيام القادمة ستكشف لنا ذلك وما علينا سوى الانتظار. أشكرك جزيلا دكتور عادل دشيلة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. أعود للأستاذ عبد الحفيظ، إذا بالتأكيدات التي جاءت على لسان عضو مجلس النواب جابر طعيمان أن المجلس سينعقد بعد عيد الأضحى، هل ما زالت هناك عوائق أخرى تمنع انعقاد المجلس برأيك ومتابعتك؟ نعم أخي الكريم، هناك الكثير من الأجهزة التي لا تزال بيد الإمارات من خلال تحريكها للكثير من النقط والنخب الأمنية، الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية. ما يحدث في شبوة وهو قريب طبعا من محافظة حضرموت له علاقة بذلك، ما يحدث في عدن له علاقة بانعقاد مجلس النواب في المكلم، ما يحدث أيضا من اختلالات أمنية وفي المحافظات الجنوبية والشرقية له أيضا علاقة بتهديدات عدم انعقاد مجلس النواب، رغم أن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى الإمارات، لكن بحسب المصادر النيابية بأن هناك تقاطع في الرؤى من حيث عدم عقد انعقاد مجلس النواب، لأنه بذلك يخدم مصلحة الحكومة الشرعية التي للأسف الشديد تقف ضدها الإمارات وتقف ضد مصالحها وإراداتها وتقف ضد السيادة اليابانية برمتها. وبالتالي في اعتقادي حتى وإن صرح البرلمانيون بأن سينعقد مجلس النواب في المكلف، في اعتقادي أن كثير من المخاطر ستواجه الانعقاد في المكلف خاصة، وأن للإمارات حضور كبير في حضرموت وفي وادي حضرموت وفي مناطق تواجد نخبها في وكالة النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية أو الأحزمة الأمنية التي طوقت بها المحافظات الجنوبية. وباعتقادي إذا لم يرضخ البرلمان أو الحكومة الشرعية لمتطلبات الإمارات، فباعتقادي بأنه من المستحيل أن ينعقد مجلس النواب في المكلا، ولا حتى أيضا في مارب إذا ما استمرت تقاطع واتساع الفجوة بين الحكومة الشرعية من جهة وبين الإمارات العربية المتحدة. أشكرك جزيلا عبد الحفيظ الحطام الكاتب الصحفي، كنت معنا من مارب، وأيضا الشكر لضيوف هذه الحلقة من زاوية الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة ماهر أبو المجد.